نروح لمحافظة المنوفية اللي بتحتفل بالعيد القومي ليها اللي بيوافق 13 يونيو من كل عام، وطبعا هي ذكرى حادثة دنشواي اللي حصلت سنة 1906 واللي كان فيها إعدام لثلاثة من المزارعين المصريين وحكم بأحكام مختلفة على عشرات آخرين بعد ما كان ليهم وقفة ضد المحتل وقتها المحتل البريطاني، وكان بالتالي جاءت هذه المحاكمة وهذه الأحكام الجائرة واستشهاد هؤلاء الأبطال من أهالي دنشواي وأهالي المنوفية عشان يصبح هذا اليوم هو يوم ذكرى نتوقف فيه عن تضحيات أهالينا في هذه المحافظة الباسلة. برحب بالأستاذ محمد موسى نائب محافظ المنوفية. أستاذ محمد مساء الخير، أهلا بحضرتك، كل عام وحضرتك بخير وأهل المنوفية بخير. مساء النور يا فندم، كل عام وحضرتك بخير وكل أهلنا في محافظة المنوفية الكرام كل خير، في ذكرى عزيزة علينا كلنا، ذكرى بنتذكر فيها أهمية حرية الوطن، أهمية الاستبسال في مواجهة أي معتدي وأي محتل، والنعمة الكبيرة التي ننعم بها بتضحيات أهالينا سواء على الماضي البعيد أو يمكن إلى الماضي القريب جدا أو الحاضر كمان، واللي بفضلهم بنحيا بأمان إن شاء الله. طيب السنة دي ذكرى أو يعني العيد القومي لمحافظة المنوفية، وأكيد في الأعياد برضو القومية لباقي المحافظات بتيجي، وفي مشروع مهم جدا بيدشن هدف منه هو الإنسان المصري وخصوصا أهالينا في الريف المصري، تطوير الريف المصري وحياة كريمة، فأرجو حضرتك تقول لنا إيه اللي بيتم في ده في محافظة المنوفية وإيه اللي تم بالفعل وتم الانتهاء منه؟ خليني أقول لحضرتك إنه طبعاً مشروع المبادرة الرئاسية حياة كريمة اللي بتستهدف تنمية حياة الإنسان المصري في قرى الريف المصري هي موجودة في 81 قرية في محافظة المنوفية. يمكن إحنا في العيد القومي للمحافظة عملنا جدول للتفقد الأعمال اللي موجودة، سيادة المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون والقيادات التنفيذية في المحافظة تحركنا خلال اليومين الماضيين ويمكن لنهاية الشهر في العديد من الافتتاحات، بنستهدف كثير من القطاعات تحديدا قطاع التعليم. محافظة المنوفية من المحافظات اللي بتهتم بشكل شديد جدا بالتعليم وبجودته، فكان مهم جدا ان يكون في افتتاحات كثيرة للمدارس خلال الأيام الماضية والأيام اللاحقة كمان. في كمان مشروع كبير يمكن بنعلن عنه لأول مرة انه بالتنسيق مع وزارة الصحة في مشروع كبير تم إدراجه لإنشاء مركز للأورام بأحد مدن محافظة المنوفية مدينة منوف، وجاري العمل به إن شاء الله، بالإضافة إلى عدد بقى من المشروعات. يمكن جملة استثمارات الدولة خلال الثمان سنوات السابقة في محافظة المنوفية تجاوزت يمكن 28 مليار جنيه، ما بين استثمارات في مجال الطرق، استثمارات في الصرف الصحي، استثمارات في حياه كريمه، اداه غير حياه كريمه، كان 28 مليار. استثمارات النهارده شفناها في مدينه السادات، يعني مجمع الانتاج الحيواني والالبان. صحيح. صحيح، محافظه المنوفيه كمان على صعيد يمكن كان النهارده المجمع الانتاج الحيواني والالبان، وقبله كانت المدينه الغذائيه سايلو فودز، وده بينعكس كمان على المواطنين من اهل محافظه المنوفيه بتوفير فرص العمل بالاضافه الى توفير المنتجات وتسهيل سلاسل الامداد وحركتها داخل المحافظه. حقيقي. طيب لازم اسال حضرتك برضو على بعض الامور اللي بتخص اهالينا الموجودين في محافظه المنوفيه، مثلا زي القطاع الصحي، وصلنا لفين؟ كم عدد المستشفيات الجديده اللي هتدخل الخدمه ان شاء الله في العام الجديد؟ او يعني في الفتره لحين العيد القومي الجديد يعني. خلينا نتكلم على انه في عمليه ممنهجه بتاخدها الدوله المصريه خلال الثمان سنوات الاخيره، وهي انه كل قطاع بيتم العمل فيه بشكل علمي ومدروس. النهارده في القطاع الصحي بيتم العمل بالتزامن مع اجنده التامين الصحي الشامل. بنشوف في ال 81 قريه اللي موجودين في حياه كريمه عدد من المراكز الصحيه بالاضافه الى الوحدات الصحيه المجهزه والمطابقه لكود التأمين الصحي الشامل. يمكن دخل الخدمة خلال الأشهر القليلة الماضية مستشفى مبنى الطوارئ الجديد في المستشفى التعليمي في شبين الكوم، بالإضافة لمركز الأورام اللي أعلنت مع حضرتك عنه. دول بيمثلوا صرحين كبيرين جدا الحقيقة إذا ما تم إنهاء مركز الأورام.
بنتكلم كمان عن عملية إنشاء الوحدات الصحية المطابقة لكود التأمين الصحي الشامل، وده اللي بيخلي محافظة المنوفية بتكون جاهزة إنها مع بداية تطبيق مرحلة التأمين الصحي الشامل الخاصة بيها تكون جاهزة إن شاء الله. طيب يعني برضو ما ينفعش أكون بكلم حضرتك كنائب محافظ المنوفية وأنا بتكلم عن المنوفية، واحدة من أهم المحافظات في مصر في الإنتاج الزراعي وكمان الصناعات التحويلية القائمة برضو على الزراعة، وما أسألش حضرتك على الاهتمام اللي بيوجه للمزارعين في محافظة المنوفية. والنهاردة كان في تحية من القيادة السياسية للمزارعين في مصر وخصوصا مزارعي القمح والناس اللي وردت. يعني خليني اقول لحضرتك انه طبعا محافظه المنوفيه كمحافظه زراعيه يمكن فيما يتعلق بتوريد الاقماح المحافظه تجاوزت نسبه 80% من التوريد مع استمرار موسم التوريد الى الان. هنتكلم في حوالي 150 الف طن تم توريدهم بالفعل للصوامع من مستهدف تخزين 185 الف طن. بنتكلم كمان على انه يمكن معالي المحافظ كان في توجيه مع تنسيق مع وزاره الري ووزاره التنميه المحليه على تقديم قروض ميسرة من تنمية القرية لصالح المزارعين للتحول لنظام الري الحديث بدلا من الري بالغمر. الحقيقة ده كان لها إقبال كبير جدا في من المزارعين في محافظة المنوفية، فعلا تم تنفيذ عدد من المشروعات بالتنسيق مع وزارة الري ووزارة التنمية المحلية الممولة للمشروع. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وكل سنة وحضرتك وكل أهالي المنوفية بكل خير. السيد محمد موسى نائب محافظ المنوفية. في 13 من يونيو من كل عام تحتفل محافظة المنوفية بعيدها القومي، وهو اليوم الذي يوافق الذكرى 116 لحادث دونشواي الشهير، والذي حدث عام 1906 والذي أدى لتطور الحركة الوطنية في مصر. وتعود تفاصيل حادث دونشواي عندما هاجم عدد من الضباط الإنجليز إبان احتلالهم لمصر المواطن المصري حسن علي محفوظ القاتم في قرية دونشواي، بعد زعمهم أنه صاح بهم أثناء صيد الحمام، حيث أخطأ أحد الضباط أثناء تصويبه البندقية فأصاب إحدى السيدات المصريات، واشتعلت النيران في الحقل الزراعي، وهو الأمر الذي أدى في النهاية لمحاكمة 52 متهما مصريا، وصدرت ضدهم عدة أحكام بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة. هكذا كانت دونشواي حادثة أظهرت شجاعة وعزة وكرامة المصريين الذين اقتصوا لمن ظلم منهم بعد ذلك بإجلاء الإنجليز عن مصر. من مصر طارق أحمد.